جدا وهو بينادي بيعيش قضية العدالة الاجتماعية ويعتبر واحد من الميدان اللي هو بيمثل ثورة 25 يناير و30 الشعب الاشتراكي مع حزب الكرامة مع التيار الشعبي كلنا بنأيد حمدين لأن هو ده رمز للثورة بتاعتنا ده اللي بيوحد الثوار احنا عايزين حد ينتمي للغلابة حد انحيازه للغلابة فعلا واحنا منتظرين مناظرة مع المشير السيسي البرنامج بتاعه غير التنفيذ وفي حاجات كتيره مقنعه وغير كده هو حمدين قبل ما يحط مشروع جايب منين اساسه هيجيب منين وهيتوزع ازاي Yeah.